من أشراط الساعة أو من علامات الساعة، بيقول لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل النبي كان يقصد هم 30 بس؟ طبعا لا، ودليل على كده زي ما حضرتك تفضلت ده لسه في العشر سنوات بس ظهر حوالي 40 واحد. صحيح. هو يقصد النبي 30 اللي كان لهم سطوة وكان لهم تأثير وكان لهم إفساد عظيم جدا في الأرض، عشان كده قال هم 30، أما ما سوى ذلك فهم كتير جدا. مسيلمة الكذاب ما كان منهم مثلا. على رأسهم مين بقى؟ مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب ده كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعت للنبي عليه السلام رسالة وراح قايل له من مسيلمة رسول الله، واخد بالك، إلى محمد رسول الله، أما بعد فإني قد تقاسمت معك الأمر، يعني الأمر بقى بيني وبينك إيه بالقسمة، إني أشركت معك في الأمر، شوف أدي، فقال له إيه، فلك نصف الأرض ولنا نصفها، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. مسيلمة الكذاب كان وصل لمرحلة من الكذب عجيبة الشكل، لدرجة أن عمرو بن العاص كان يعرفه في الجاهلية قبل الإسلام. ففي يوم من الأيام بعد الإسلام بقى راح يزور مسيلمة، فبيقول له يا مسيلمة أنت تزعم أنك نبي؟ قال له أيوة. قال له طب النبي ينزل عليه وحي؟ قال له أنا كمان بينزل عليه وحي. قال له زي ايه؟ فما يقول له، قال له طب انتوا نزل على نبيكم ايه؟ قال له نزل على نبينا والعاديات ضبحة فالموريات قطحة الى اخره. قال له انا برضو نزل علي والزارعات زرعة فالحاصدات حصدة فالعاجنات عجنة، واخد بالك، يعني قاعد ايه ادها عجن يعني، واخد بالك. في يوم من الايام قال له طب خلاص، طب ده النبي كان ليه معجزات. قال له وانا كمان ليها معجزات. ايه معجزات النبي؟ قالوا له يعني مثلا على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية كان الماء قل جدا والناس مش لاقيه لا تشرب ولا تتوضى، فاخد طبق ميه كده وراح تفل فيه وبارك وسمى وبارك ورمى الطبق ده في البئر، ففاض البئر وما شاء الله والميه بتاعته ايه كترت والناس كلها شربت وتوضأت. قال خلاص ما فيش مشكله، هاتوا لي بئر الميه فيه يعني قليله كده وانا هتصرف. فجابوا له بئر كان ميه بتاعته قليله، فخمزك بقى شويه ميه كده في طبق وراح ايه قرأ عليها وتفلها، واخد بالك، وبعدين رمى البتاع فجف البئر، واخد بالك. وبعدين قال لهم طب ادوني معجزه ثانيه. قال له معجزه ثانيه، ده النبي لما ابو قتاده في احدى الغزوات عينيه طلعت بره وكادت ان تعمى، فمسك عينه ووضعها في مكانها وسمى وبارك وتفل فيها فعادت افضل من الاولى. قال طب خلاص هاتوا له طفل كده ولا حد يكون ايه نظره ضعيف وانا اقرا عليه وهترجع بصره يعني ايه 6/6. فجابوا له طفل كده ايه عينه فيها ايه مشاكل كده، واخد بالك، ونظره ضعيف، فقرا على عينيه وتفل فيها فعمي الولد، واخد بالك. يعني شوف يعني من سمع الله به ومن راى الله به. فالانسان فزي ما بيقولوا كده فضوح. مش ده كان قاعد معاه 4 5 فقال لهم انا بعفيكم النهارده من صلاه العشاء؟ ما ده اللي حصل بقى، ان ايه كان في واحده اسمها سجاح بنت الحارث، دي واحده من ضمن اللي ادعوا النبوه برضه، خد بالك تكمله للعنصر ده. سجاح بنت الحارث دي ادعت النبوه وراحت تغزو مسيلمة الكذاب وكانت عايزه تقضي عليه، فاتفاهم معاه قال لها طب وليه؟ ما نقسم الارض بيني وبينك نصين وندعونا من محمد صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، وبعدين اتجوزك. قالت له طب خلاص، ووافقت تتجوزه. وبعدين رجعت بقى لقومها قالت لهم يعني ده مسيلمة تزوجني وكده وهنقسم الارض بيني وبينه، هو نبي وانا نبي والدنيا كده جميله يعني. فقالوا لها طب خلاص يعني اداكي مهر ايه؟ ما اصدقك؟ قالت لهم والله ده نسي يعطيني مهر. انا ما ينفعش واحده في مقامك ومكانتك لابد ان يقدم لها صداق. فراحت رجعها قالت له يا مسيلمة ما قدمت لي صداقا. قال لها صداقك؟ وراح خارج بقى على الناس كلهم قال لهم صداقه ايه هذه المراه؟ أنني أعفيكم من صلاة العشاء والفجر. هو ده يعني هو ده الصدق. إلى أن يسر المولى عز وجل أن سيدنا وحشي اللي هو قتل حمزة بن عبد المطالب عم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عشان يكفر عن الذنب ده، جه في معركة اليمامة وراح قتل مين؟ راح قتل مسيلمة الكذاب وقال هذا بذاك، يعني أنا إن كنت قتلت واحد من أفضل خلق الله اللي هو سيدنا الحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم فقد قتلت إيه واحد من أشر خلق الله وهو مسيلمة الكذاب. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك أو إعجاب ودوس على كلمة الاشتراك أو سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان